بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله نبدأ وبه نستعين وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب التوفيق والسدادة والنجاح. نحييكم مشاهدينا الكرام في هذا الصباح مع انطلاقات سن الفطامين هنا على أرضية ميدان سيف العرب ضمن هذه الشارة المقدمة من السيد سعيد بن سهيل بن دليوي الاكتبية التي وضعها بمناسبة تعيين سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وزير للدفاع. انطلق مشاهدينا الكرام الشوط الأول الرئيسية للإبكار لسن الفطامين، والمسافة هي الكيلو والنصف. مع بداية أول الانطلاقات نذهب مباشرة إلى الصدارة وإلى المركز الأول، وها هذه نجود لصالح بن عبد الله بن نصيب العامري من يفتتح الصدارة والمقدمة بقيادته وسيطرة نجود على المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع من القادمة هذه الواصلة نشوة لمحمود بن حبيب بن محمد الرضا القادم على المركز الثاني، وفي ثالث المراكز القدوم مشاهدينا الكرام مع العلا، العلا قادمة على المركز الثالث لسعيد بن محمد، ودسبيع القادم على المركز الثالث بأداء العلا في هذه الانطلاقة. هكذا هي النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء مع الأسماء المنطلقة الحاضرة مع أول النداء في هذه الانطلاقة، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى بداية الانطلاق. غيرت العلا، العلا سيطرت مع اللحظات الأخيرة لسعيد بن محمد ودسبيع الحاضر مع العلا، العلا العلا صاحبة الإنجازات، صاحبة العوايد، صاحبة ثلاثة سيوف هناك في السلطنة، واليوم تحقق الإنجاز هنا على أرضية ميدان سيف العرب. تهانينا والناموس مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء إلى مالك العلا سعيد بن محمد ونسبيع على هذا الفوز والانتصار مع أداء العلا المنتزع المركز الأول في هذا الحضور الجميل. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هناك المركز الثاني كان الوصول مع نجود لصالح بن عبد الله العامري، المركز الثالث كان الحضور ايضا مع اللي هي نشوه لمحمد بن حبيب بن محمد الرضا. هكذا هي الاسماء والتوقيت المتسجل دقيقتين 16 ثانيه 28 جزءا من الثانيه. تهانينا والناموس الى مالك العلا التي قدمت هذا العرض المميز، تشكر عليه بهذه الانطلاقه. تهانينا الى سعيد بن محمد وسبيع على هذا الفوز والانتصار.